بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ففي يوم الأحد الموافق 29 لذي القعدة سنة 1444 من الهجرة، نجتمع في هذا اليوم المبارك، وذلك لمناقشة الرسالة العلمية التي تقدم بها الباحث إسماعيل بن محمد يحيى بلال نيار، وعنوانها شفاء الصدور بقراءة حفص المشهور تأليف الإمام محمد بن عمر الخوانكي، كان حيا سنة 1112 دراسة وتحقيقا، وذلك لإكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القراءات. ونسعد أن يكون معنا في هذه المناقشة الماتعة بإذن الله ضيفا عزيزا وشيخا كريما ومصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عواد الجهمي، الأستاذ بقسم القراءات بجامعة أم القرى وإمام وخطيب المسجد الحرام، شاكرا لفضيلته حضوره ومشاركته رغم مشاغله المتعددة ومهامه المتنوعة، فجزاه الله تعالى خير الجزاء وبارك الله فيه وفي علمه ونفعنا جميعا بما يقول. كما نسعد في هذه اللجنة المباركة بمشاركة زميلنا في القسم الأستاذ الدكتور الصافي بن صلاح الصافي، الأستاذ بقسم القراءات بجامعة جدة، شاكرا له قبوله مناقشة الطالب. وكما جرت العادة في المناقشات العلمية فإنه يتفنى الطالب يتقدم بعرض موجز عما تم عمله وما توصل إليه الباحث، فليتفضل الطالب في حدود 5 دقائق عرض موجزا عما تم عمله في هذا البحث وما توصل إليه الباحث، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان سابغ النعم والإحسان، من علينا بإرساله إلينا أكرم خلقه عليه عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه الله بالهدى والرحمة وصلاح القلوب والأبدان، وأكرمه بالقرآن المعجزة المستمرة التي تحدى بها الإنس والجان، وجعله ربيعا لقلوب أهل البصائر والعرفان، ويسره للذكر حتى استظهره صغار الولدان. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان، واجز اللهم عنا أسلافنا وعلماءنا ومشايخنا خير الجزاء أهل الفضل والعرفان وذوي الحفظ والإتقان الذين قرأوا وأقرأوا القرآن وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن أحق ما بذلت فيه الهمم العوالي خدمة العلم الشريف والقيام بحقه المنيف، ولا سيما خدمة أجل العلوم قدرا وأعظمها فخرا وذكرا، وهو ما له صلة بالقرآن المبين والكتاب المستبين، فإنه منبع العلوم ومنشأها ومعدن أسرارها ومبدأها. ومن أجل العلوم المتعلقة بالقرآن علم القراءات، ولقد اهتم العلماء بالعناية به من وجوه، ومنها التأليف فيه منذ عصور السلف، فمنذ أن ألف الإمام أبو بكر بن مجاهد رحمه الله تعالى كتابه 7 في القراءات، استمرت جهود العلماء في الكتابة في علم القراءات، فمنهم من زاد على 7، ومنهم من جمع أقل من ذلك، ومنهم من أفرد كل قراءة على حدة. وهذا هو موضوع كتابنا هذا،
الذي صح عزمي بعد توفيق الله من خلال تخصصي في القراءات على تحقيقه ودراسته، وهو كتاب شفاء الصدور بقراءة حفص المشهور للشيخ المقرئ الفقيه القاضي الأديب محمد بن عمر الخوانكي المصري المتوفى بعد سنة 1112 هجرة رحمه الله تعالى. أما الأسباب التي دفعتني إلى اختيار دراسة وتحقيق هذا المخطوط فهي ما يلي: أولاً، الاطلاع على كتب الأقدمين وطرائق تناولهم للمسائل والدربة على التعامل مع كتبهم وخدمتها. ثانياً، إحياء أثر علمي من الآثار التي كانت منزوية عن الأنظار إلى الآن في علم القراءات. ثالثاً، تعريف أهل العلم بمؤلف هذا الكتاب وسيرته، حيث لم يتطرق أحد فيما بحثت عنه للتعريف بهذا العالم صاحب هذا الكتاب. رابعاً، تحقيق كتاب أفرد في رواية حفص، وهي الرواية المشهورة في أكثر أبطال العالم. هذا ما يتعلق بأسباب اختيار البحث، ومنها أنتقل إلى عرض خطة البحث التي اشتملت على مقدمة وتمهيد وقسمين وخاتمة وفهارس كما يلي: المقدمة في أهمية علم القراءات وأهداف تحقيق الكتاب وأسباب اختياره، التمهيد في ترجمة الإمام حفص وأبرز المؤلفات التي أفردت في رواية حفص عن عاصم. القسم الأول قسم الدراسة، وفيه فصلان: الفصل الأول التعريف بالخوانكي مؤلف الكتاب، الفصل الثاني دراسة الكتاب. القسم الثاني قسم النص المحقق، ويتضمن النص الكامل لكتاب شفاء الصدور بقراءة حفص المشهور، وقد سرت فيه وفق خطة تحقيق التراث المقرّة من عمادة الدراسة العليا بجامعة جدة. ثم الخاتمة والتي ضمنتها أهم النتائج والتوصيات، وأنهيت الرسالة بوضع الفهارس العلمية التفصيلية التي تسهل على القارئ الوصول إلى محتويات هذه الرسالة. وبعد، فإني أحمد الله عز وجل الذي مهد ويسر لي الطريق للوصول إلى هذه المرحلة العلمية، ثم أعانني على إنجاز هذا البحث، فأسأل الله تعالى أن يبارك فيه وأن يجعله من العلم النافع والذخر الحسن لصاحب الكتاب وللقائم بخدمة تحقيقه وللمستفيدين منه من القراء الكرام. وبعد شكر المولى عز وجل أسجي الشكر الجزيل والثناء العاطر لمن شاركني هذا الجهد، سواء بفكرة أو نصيحة أو توجيه أو تقويم أو مناقشة، وأخص بالذكر منهم من قرن الله شكرهما بشكره، فقال عز من قائل سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك. فالشكر وأصدق الدعوات لوالدي الكريمين حفظهما الله على ما لقيت منهما من تربية وتعليم، فقد كان لهما الفضل علي بعد الله كبيرا، فمنهما لقيت التوجيه والنصح والتربية الحسنة والحث على الاستقامة والسير في طلب العلم، فأسأل الله أن يثقل موازينهما وأن يعينني على برهما والإحسان إليهما وأن يمتعني بعافيتهما وطول عمرهما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن البر بالوالد الكريم أن أعرف به هنا، وهو الدكتور محمد يحيى بلال منيار، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الطائف، والباحث السابق بمشروع معلمة القواعد الفقهية الذي صدر باسم معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية تحت رعاية مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة. ثم يطيب لي أن أتقدم بالشكر لعائلة الكريمة، وأخص منهم جدي وجدتي وأعمامي وأرحامي وأبناء الأعمام وأخواتي وزوجتي ووالديها وكافة أسرة آل منيار، الذين كان لمؤازرتهم لي أعظم الأثر في إنجازي لهذا العمل، فشكرا لهم على ما وفروا لي من هدوء وراحة وأسدوا لي من تشجيع ودعاء.
وأتوجه بأصدق الدعاء والاعتراف بالامتنان والوفاء لأستاذي ومعلمي في القرآن الكريم الشيخ إبراهيم خليل الذي توفي قريباً رحمه الله. فعلى يدي حفظت كلام الله تعالى وأصبحت من حملته، وقد رعاني رحمه الله تعالى بمحبة واهتمام منذ نعومة أظفاري، من حين تلقيت منه الألف والباء حتى إتمام حفظ القرآن. والذي ساعدني في الحصول على هذا المخطوط كاملاً بكل يسر وسهولة، وقد كنت أتمنى أن أجده أمامي الآن. وكان يتمنى حضور هذه المناقشة، لكن وفاه الأجل وانتقل إلى الدار الآخرة قبل أشهر رحمه الله تعالى. فأسأل الله أن يبشره بروح وريحان، وأن يجعل الملتقى معه في الفردوس الأعلى من الجنة. ثم أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الجميل لجامعة جدة، ممثلة في رئيسها معالي الدكتور عدنان الحميدان، ولكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، ممثلة في عميدها فضيلة الدكتور فهد بن زويد العطري، وعميدها السابق فضيلة الشيخ الدكتور صلاح بن سالم باع عثمان، وأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة التدريس، على رعايتهم لي في دراسة القرآن الكريم وعلومه، وعلى ما يقدمونه من جهود في خدمة العلم وطلابه، وعلى ما لقيت منهم من تقدير وتوقير، وفقهم الله لكل خير. هذا، وأتوجه بالشكر والعرفان للمرشد الأكاديمي الدكتور أيمن إقبال إسماعيل، لما أفدت منه من توجيهات سديدة وملاحظات صائبة. كما أتقدم بشكري وامتناني وخالص تقديري إلى فضيلة الشيخ الفاضل المشرف على هذا البحث، الشيخ الدكتور هشام بن سليمان الزريري، على ما أولاه ويوليه من رعاية ناصحة واهتمام وتقدير. وقد كان لحسن معاملته وكريم خلقه وسعة علمه واطلاعه أثر بالغ في إنجاز هذه الرسالة. ثم أقدم من الشكر أجزله وأوفره، ومن الدعاء خالصه وأصدقه لأصحاب الفضيلة لجنة المناقشة لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة، وبذلهما الوقت والجهد في قراءتها وتقويمها، وما سيقدمانه لي من توجيهات قيمة تساعدني للارتقاء ببحثي. وهما: أولاً، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني، الأستاذ بقسم القراءات بجامعة أم القرى، وإمام وخطيب المسجد الحرام، وقد شرفني أكرمه الله تعالى بقبول مناقشتي في رسالته هذه مع ما هو معروف من أعبائه ومسؤولياته. شكر الله لكم فضيلة الشيخ رحابة صدركم وكرمكم، وجزاكم عني خيرا. ثانياً، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صافي صلاح الصافي، الذي درست على يده أغلب مقررات السنة المنهجية، وهو قامة علمية رفيعة في الجامعة. غنمت من بحر علمه، وأفدت من سمته ودماثة خلقه، ولا يسعني إلا أن أعرب عن شكري وامتناني لكم على جهودكم ومساندتكم المتواصلة لي خلال دراسة العليا، ثم كرمكم على مناقشة هذه الرسالة. وأنهي هذه الكلمات بالشكر لأصدقاء الأوفياء وكل من كانت له يد في مساعدتي في هذا البحث، بتسديد وإصلاح علميا وإخراجا وطباعة وتنسيقا. وكذلك الشكر المفعم موصول لكل من أسعدني بحضوره في هذه الجلسة. وأختم معتذرا فأقول: حسبي أنني بذلت ما في وسعي وقدرتي، وسعيت حثيثا واجتهدت أن أصل بخدمة هذا الكتاب إلى أقرب صورة يمكن أن يكون وضعه عليه مصنفا، فإن أصبت فقد حقق ربي مرادي، والفضل لله أولا وآخرا. وإن أخطأت أو زللت أو تعثر في موضع قلمي، فأستغفر الله العظيم وأتوب إليه، ثم أستسمح القارئ الكريم.
ولعل من الفأل الحسن الذي أحب أن أسعد به مسامع الحضور الكرام أن اختتام هذا العمل بهذه المناقشة اليوم يقع في شهر ذي القعدة في ختامه، وكان بداية تحقيقي وشروعي فيه في العام الماضي في هذا الشهر أيضاً شهر ذي القعدة. ومن عجائب الموافقات الحسنة مع هذا الشهر أن ختام مؤلفي من كتابي كان في شهر ذي القعدة أيضاً. والآن أنتهز الفرصة لأتعلم من أصحاب الفضيلة لجنة المناقشة وأستفيد منهم ما سيقدمونه من ملاحظات وتوجيهات تسدد النقص وتصل بالبحث إلى مزيد من الحسن والجودة إن شاء الله تعالى. وأسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، واعتذر على الإطالة. بعدما استمعنا إلى هذه الكلمة الضافية من الباحث، ننتقل الآن إلى صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبود الجهني مناقشا للطالب، وكلنا أذان صاغية لما يقوم فضيلته، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الذي قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أتقدم بالشكر الجزيل لكلية القرآن الكريم ممثلة في جامعة جدة و لمشايخها ولأعضائها ممثلة في عميدها ووكيلها ورئيس القسم، كما أخص بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ هشام الزريري حقيقة على ما بذل ويبذل للطالب من خلال الرسالة التي سنناقشها بإذن الله عز وجل. كما أخص بالشكر لفضيلة الشيخ صافي الذي أسأل الله عز وجل أن نكون وإياه نكمل بعضنا البعض في الملحوظات لهذه الرسالة العلمية. وأستميح الحضور وأستميح فضيلة الشيخ وأستميح فضيلة الدكتور إن سمحتم لي، بارك الله فيكم. نقول وبالله التوفيق أن هذه الرسالة تعتبر تحقيقاً مدققاً لمخطوط شفاء الصدور بقراءة حفص المشهور، حيث قام الطالب بتتبع أوجه الخلاف والوفاق الحاصلين بين ما قرره الخوانكي وبين ما أصله الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وما ذكر في الطيبة أيضاً لتصويب ما يمكن الخلاف فيه وإضافة ما يمكن الترجيح به، وهذا عمل يحسب للطالب حقيقة. إضافة إلى ذلك، وقوف الطالب على بعض الإشارات الفقهية والتفسيرية التي تستفاد من علم القراءات وأوجه الاختلاف فيه، وهذا يعد من أجل ثمار هذا العلم وأنفعها لصاحبها. وفي تحقيق هذه الرسالة إضافة جيدة من العالم الخوانكي أيضاً، حيث نبه الطالب وفقه الله إلى الأوجه التي وقف عليها في رواية حفص المشهورة وبيان الحجة بها ووجه اعتمادها، وهذا في الحقيقة يشجع الطلبة لشحذ همم البحث في المخطوطات المتوفرة في علم القراءات بما فيها من النتف الجيدة والفرائد النيرة التي تضفي على علم القراءات مزيداً من التوهج وكثيراً من الاهتمام. ومما يمكن أن يذكر في إيجابيات هذه الرسالة للتنظيم الجيد لمباحثها من خلال العرض المميز لكل مطلب من المطالب، مما يضفي تسلسلاً مريحاً للباحث في هذه الرسالة
وهذا مما يطلب من كل الباحثين عند التأليف، ولأن هذا العمل البشري فلا بد فيه من بعض الملاحظات التقويمية التي وقع الطالب فيها، وهي على نقاط معدودة كالآتي: أولاً، اشترط الطالب ترجمة الأعلام في مقدمة البحث عند ذكره لهم أول مرة، ولكنه لم يلتزم بشرطه هذا في عديد من المواضع. وهنا أفتح قوساً يفيد الطالب وإخوته الطلاب: قد يعتمد الطالب علي ويقول: لقد التزمت بترجمة الأعلام في الدراسة التطبيقية في الباب الثاني، وذكرت هذا في المقدمة. أقول له: هذا كلام صحيح، ولكنه تصرف خاطئ، إذ لا يجوز للطالب أن يشترط على نفسه شروطاً تسقط قواعد المنهج التأليفي الأكاديمي. ثانياً، من الأخطاء المنهجية المتكررة في الرسالة هي عدم ذكر عنوان الكتاب المقتبس منه كاملاً مع إغفال ذكر طبعته ودار الناشر وسنته ومحققه. ثالثاً، أول ملاحظة: الطالب يقول في مقدمة بحثه عبارة لا أحددها من مثله، وهي قوله: فلم يتطرق أحد فيما بحثت لتعريفه. لا ينبغي للطالب أن يقدم النفي في بحثه أو التفرد بالتعريف في رسالته على الإطلاق دون استثناء، يضع لمحل الجهل والغفلة منه نصيبا. فأقل ما يقال لك: أنت لم تبحث جيدا، فكيف عثرت على ترجمته إذن؟ فهذا يلغي ما ذكرت، لأنك استندت في بحثك على مراجع ومصادر للتعريف بالمؤلف، وإلا فتعريف ليس من بنيات أفكارك، إذن فلما تقول لم يسبق أحد أن عرف به قبلك؟ في الملحوظة الرابعة في هامش الصفحة 60، اعترض الطالب على المؤلف اعتراضاً جيداً باعتبار المنطلق، لكنه يفتقر إلى الحياد البحثي وإلى التجرد العلمي في استيفاء الاعتراض على عالم كبير مثل الخوانتي، وهذا في مسألة حكم قول ولي نعمتي. هنا ذكر الطالب كلاما ابن القيم مجملا ولم يفصل تفصيل أهل العلم في هذه المسألة. فقد روى البيهقي رقم 21966 عن هزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى عبد الله يعني بن مسعود فقال: إني أعتقت غلاما لي وجعلته سائبة، فمات وترك مالا، فقال عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون إنما كانت تسيب أهل الجاهلية، وأنت وارثه وولي نعمته، فإن تحرجت من شيء فأرناه نجعله لك في بيت المال. وأصله في البخاري برقم 6753. وقال القاضي عياض رحمه الله في المشارف الجزء الثاني صفحة 18: مولى النعمة المعتق انتهى. وقال الجصاص رحمه الله في أحكام القرآن الجزء الثاني 231: المولى المعتق، لأنه ولي نعمة في عتقه، ولذلك سمي مولى النعمة. وقال أيضا رحمه الله: جعل عليه السلام حق مولى النعمة كحق الولد، كحق الوالد، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لن يجزي والد ولده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، رواه مسلم. فجعل عتقه لأبيه كفاء لحقه ومساويا عنده. أيضا رقم 5 مما يلاحظ في دراسة هذا المخطوط على الطالب أنه يطيل في بعض الأمور، هذه ملاحظة عامة، أنه يطيل في بعض الأمور التي لا علاقة لها بالتخصص، وإن كانت في نفسها محمودة لكنها تظهر الرسالة بشكل بعيد عن تخصص القراءات، وذلك كالتفريع في الحديث عن علم الحديث، ثم علم العقيدة، ثم علم اللغة، والتوقف الكثير عند مصطلحات الصوفية، وإن كانت لها صلة بعلم القراءات لكن ليست هي المقصود بالإكثار عند التحقيق. في هامش الصفحة 76، في هامش الصفحة 76
علقت على أثر الحسن البصري بقولك لم أقف له على إسناد، وهل أنت مطالب بالبحث عن إسناد آثار التابعين في هذه الرسالة؟ أي نعم، في هامش الصفحة 76 علقت على أثر الحسن البصري بقولك لم أقف له على إسناد، وهل أنت مطالب بالبحث عن إسناد آثار التابعين في هذه الرسالة؟ النقطة السابعة من الملاحظة في الرسالة أنك تهتم بكلام المؤلف في العقيدة وتبين مخالفته لأهل السنة والجماعة، وقد التزمت هذا بغير ملتزم، لكن عند ذكرك لأئمة العقائد المنحرفة بالترجمة لا تشير إلى انحرافهم ولا تصفهم بمذهبهم، وهذا يخالف ما اشترطته على نفسك كما في ترجمتك للباقلاني والزركشي وغيرهما. كنت أود منك الإطالة فيما يتعلق بعلم القراءات والشواهد التي ذكرها المصنف، لكنك تفرعت في أمور فقهية وأطلت فيها النفس وهي ليست من صميم الدراسة، كما هو واضح في مسألة تقبيل المصحف في الصفحة 90. مما تكرر خطأه ذكرك المرجع لأول مرة دون اسم الطبعة ولا ترجمة لمؤلفها. الغريب من الطالب أنه عندما دخل إلى صلب كلام المؤلف عن القراءات واختلاف أربابها في قواعد التجويد اكتفى فقط بترجمة الأعلام، ومر مرور الكرام على المسائل التي تحتاج إلى توقف ودراسة. الطالب في النصف الثاني من الرسالة بدأ يهتم ببعض الشواهد ويستدل عليها بكلام القراء على اختصار شديد بخلاف ما فعله في النصف الأول منها والذي ذهب فيما أشرنا إليه سابقا. الملاحظة الثانية عشرة مما يلاحظ على الطالب أنه لم يلتزم بمنهج التعريف بالمصطلحات في الرسالة كاملة، فهناك بعض المواضع يذكر المصطلح ولا يعرف به، بل يحيل على مرجع يعرف به خلاف مواضع أخرى. انظر إلى الصفحات بارك الله فيك 45 و98 و107. وينظر تعريف مصطلح الريح في الصفحة 133. في الدراسة كنت أتمنى أن يكون تحقيقاً ودراساً لا فهرسة وإحالة، ففي كثير من الخلافات المتعلقة بعلم القراءات كنت أرجو من الطالب أن يرجح بين الروايات ولو على سبيل العزل، ولكنه لم يفعل ذلك. وغير هذه الملاحظات التي أتمنى من الطالب أن يضعها عين اعتباره عند مراجعته للبحث وتقويمه ببعض ما ذكرنا، فإن الطالب أجاد في مواضع كثيرة وأحسن إخراج هذا السر العظيم للمكتبة الإسلامية، ونسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناته ووالديه ومن أشرف عليه ومن ناقشه ومن احتضنه، والله ولي التوفيق. وأترك الميكروفون لكم فضيلة الشيخ، هذه حقيقة أبرز ما وجدت. شكر الله لكم صاحب الفضيلة على ما أفدتم به من هذه المناقشة العلمية والتي هي بلا شك محل عناية الطالب، وإن شاء الله نزود الطالب فيها حتى تعدل اللسانة على ضوء ما ذكره صاحب الفضيلة. شكرا لكم صاحب الفضيلة. الآن ننتقل إلى المناقش الداخلي سعادة الدكتور الصافي صلاح الصافي، فليتفضل مشكورا في إفادة الطالب في هذه الرسالة العلمية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأهلاً ومرحباً بكم جميعاً في هذا اليوم القرآني الأغر الذي نجتمع فيه لمناقشة رسالة علمية متميزة تقدم بها الباحث إسماعيل بن محمد بن يار إلى قسم القراءات بكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية
للحصول على درجة الماجستير. عنوان الرسالة: شفاء الصدور بقراءة حفص المشهور للإمام محمد بن عمر الخوالكي المصري دراسة وتحقيقا. وبداية أرحب بأصحاب السعادة والفضيلة أعضاء لجنة المناقشة. أرحب بسعادة الأستاذ الدكتور هشام بن سليمان الزريري أستاذ القراءات بكلية القرآن الكريم بجامعة جدة ووكيل الكلية والمشرف على هذا البحث. وإن من حسن الطالع ومن حسن حظ الباحث أن من الله عليه بهذا الإشراف العلمي الواعي المتميز. فسعادة الدكتور هشام علم من أعلام القراءات يشار إليه بالبنان، جمع بين الرواية والدراية في علم القراءات، وعرف بغزارة علمه وسعة اطلاعه وأدبه وتواضعه. له بصماته الواضحة في هذا البحث، أسأل الله تعالى أن ينفع به وبعلمه وأن يجزيه عن طلاب العلم خير الجزاء. كما أرحب بسعادة الأستاذ الدكتور الشيخ عبد الله بن عواد الجهني أستاذ القراءات بجامعة أم القرى وإمام وخطيب المسجد الحرام، والذي أسعدنا جميعا بتشريفه اليوم، وهذا أيضا من حسن حظ الباحث. فسعادة الدكتور عبد الله عالم جليل وعلم مشهور يعرفه القاصي والداني، انتشر علمه وداع صيته من خلال وسائل الإعلام المسموع منها والمرئي، رفعه الله بالقرآن وألقى محبته في قلوب الخلق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء وأن يجعل ما تفضل به من توجيهات للباحث في ميزان حسناته. كما أرحب بالباحث الشيخ إسماعيل وعائلته الكريمة. والشيخ إسماعيل في الحقيقة أعرفه، درسته في مرحلة الدراسات العليا، فعرفته مجداً ومجتهداً وملتزماً في طلب العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم له على خير وأن يرزقه التوفيق والسداد. كما أرحب بجميع الحاضرين، فضيلة عميد كلية القرآن الكريم والحضور جميعاً، وأقول للجميع: طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلاً. بداية وقبل أن أبدأ مناقشتي، أود أن أعلن عن موافقتي التامة بكل ما تفضل به فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ عبد الله الجهني فيما تفضل به من ملاحظات في البحث. ولولا بروتوكول المناقشة لاكتفينا بما قال، فليس بعد كلام شيخنا كلام، ولكن من باب المشاركة في الأجر والثواب. البحث الذي بين أيدينا بحث متميز فيه الكثير من المزايا والمحاسن، كأهمية الموضوع وحسن الإخراج وتنظيم المادة العلمية للبحث واتباع المنهج العلمي في التحقيق وغير ذلك من المزايا والمحاسن التي تحسب للباحث. والحقيقة أن الباحث بذل فيه جهدا عظيما يشكر له، لكن الكمال لله وحده، أبى الله أن يكون الكمال إلا له ولكتابه. ولذلك كانت هناك بعض الملاحظات اليسيرة على البحث والتي لا تقلل أبدا من قيمة البحث العلمية، وإنما هي ملاحظات يسيرة من وجهة نظري. وأنا يعني أود أن الشيخ إسماعيل يعني يقول يعني ما يراه في هذه الملاحظات، ونسأل الله له التوفيق والسلام. هناك بعض الملاحظات العامة في البحث، مثل الأخطاء اللغوية في بعض الجزئيات، الخلط بين مناهج البحث والخطوات الإجرائية التي تتحقق من خلالها هذه المناهج، النقل المجرد وعدم ظهور شخصية الباحث في بعض الجزئيات، إهمال ذكر معاني الألفاظ الغريبة في البحث، وإهمال معالجة القضايا التي حواها الكتاب
في مبحث خاص في قسم الدراسة. شيخ إسماعيل لو قلت لي صفحة جيمة شيخ إسماعيل في الفقرة الثانية قلت كما لا أنسى إيه؟ لا لا هي صح كما لا أنسى صح زوجتي، يعني الأرجح والأفصح في ذلك أن تقول زوجي، يعني هذا وارد عن العرب زوجاتي نعم، ولكن الأرجح أن تقول إيه؟ حتى إذا تصفحت آيات القرآن الكريم وجدت أن الله قد عبر بالزوج، اسكن أنت ها؟ تمام. وإن أردتم استبدالا وأصلحنا له زوجه ولكم نصفه ما عبر القرآن بزوجه، فيعني إحنا تخصصنا قراءات فنتبع يعني تعبيرات القرآن الكريم، حتى يعني من فطنة العرب أنها لم تلحق التاء الفارقة في المرأة ذات البعد. تمام؟ قال الأصمعي لا تكاد العرب تقول زوجة، يبقى الأفصح أن نقول إيه؟ طيب في صفحة الثلاثة قلت وقد اهتم العلماء بالتأليف في علم القراءات، فمنذ أن ألف مين؟ في الفقرة الثالثة في الفقرة الثالثة في صفحة واحدة في المقدمة، نعم صفحة واحدة في المقدمة، منذ أن ألف أبو بكر بن مجاهد، يعني هذا يوهم أن ابن مجاهد هو من ألف في أول من ألف في علم القراءات، وهذا غير صحيح طبعا كما تعرف، أول من قام بجمع القراءات وبدأه أبو عبيد القاسم بن سلام سنة 224 هجرة قبل ابن مجاهد ب 100 سنة، تمام؟ وبعد ذلك توالت المؤلفات، يعني عليك أن يعني ترفع هذا الإهام. في صفحة 4 في أهمية الموضوع وأسباب اغتيابه كلها أمور عامة يا شيخ إسماعيل، يعني كان بودي يعني هذه الأسباب تصلح لأي موضوع له علاقة بالقراءات، كان عليك يعني أن تبرز ما لهذا الكتاب من أهمية في كتنوع المصادر وتضمنه الكثير من الفوائد والمسائل كالقراءات والأحرف السبعة والرواية والدراية والتوجيه والأسانيد وغير ذلك من الأمور التي حواها الكتاب. طيب انا يعني عاوز نمر سريعا على بعض الصفحات عشان وقت شيخنا الدكتور، يعني حتى لو في ربنا يبارك فيك. في صفحه 6 في المبحث السادس، يعني اهملت فقط، يعني كان من الممكن ان تفرد مبحثا بعنوان معالجه قضايا الكتاب. الكتاب فيه مثلا فوائد ومسائل تتعلق بعلم القراءات، فيه توجيه قراءات، فيه رسم مصحف، فيه دفاع عن القراءات، فيه طرق واساليب، كان عليك ان تفرد كل قضيه من هذه القضايا يعني في الدراسه. في صفحه 7 لم تعرف بمناهج البحث ولم تذكر منهجك في قسم التحقيق. انت قلت منهج البحث يا شيخ اسماعيل ايه؟ سالت في قسم الدراسه المنهج التاريخي الوصفي. واما في قسم التحقيق فكالتالي. إخراج النص والنسخ والكلام ده كله ما هو منهج شيخ إسماعيل؟ مناهج البحث معروفة، المنهج الوصفي، النقدي، التحليلي وغير ذلك، لكن نسخ النص وتدريج الأبيات هذه خطوات تحقق مناهج البحث، يعني لا يكون هناك فرق بين منهج البحث والخطوات التي من خلالها يتحقق هذا الإيه؟ هذا المنهج. طيب صفحة 16 يا شيخ إسماعيل، تكلمت عن التواتر ولكن كان عليك أن ترجح القول بالتواتر وفاقا لما قرره جمهور العلماء. طيب صفحة 40 كده بسرعة، في الفقرة الثانية أما عن مشاغل العلمية وهي المخطوطات التي لا أنا عاوز وصفة للمؤلف بكذا وكذا، صفات المؤلف عندك نبه شيخنا يعني أكرمه الله على عدم التعريف بمعاني الكلمات
الصفحات القرائية وغير ذلك. خاف يعني إيه؟ وخافت يعني إيه؟ وهافت يعني إيه؟ كل هذه الأمور يعني أنا بفضل الله عرفتها كلها وأسلمها لك بإذن الله تضيفها للبحث. صفحة 40 عند اشتراك الضمائر بس يا شيخ إسماعيل، ضمير المذكر ملاقيه مؤنث وضمير المؤنث وهي المخطوطات التي قام ايه؟ بنسخها. طيب صفحة 42 خلاص هات لي بداية قسم التحقيق يا شيخ إسماعيل عشان الوقت. الحقيقة في قسم التحقيق هناك بعض الملاحظات، مثلا إهمال التعريف ببعض المصطلحات كما تفضل شيخنا، مخالفة منهج العلم في التحقيق في بعض الجزئيات شيخ إسماعيل، كتوثيق القراءة مثلا في ثاني مواضعها ثم تحيل إلى الموضع الأول. يعني المفروض القراءة تشرح وتوثق وتنسب إلى أصحابها في الموضع الأول، وبعد ذلك تحيل، أما أنت توثق في الموضع الثاني وتحيل إلى الأول هذا مخالف للمنهج العلمي. إثقال الحواشي من دون داعي ونبه أستاذنا الدكتور عليها، الاعتماد على النسخ الخطية في بعض المصادر التي تم تحقيقها وطباعتها. عندك مثلا كنز المعاني للجعبري أو لطائف تشبيه، هناك كتب مطبوعة نلاقيك راجع للمطبوع. طب ما فائدة المطبوع؟ طيب هات لي أول صفحة في التحقيق صفحة 56. أنت وثقت معنى كلمة مادة وصفتها من التفسير الرصين. أنا لما نيجي للمادة اللغوية أوثق من معاجم اللغة، تمام، عندك لسان العرب والمصطلح المنير وغيره، ولكن التفسير إلى التفسير الوسيط أو غيره لا أوثق منه أبدا تعريف معجمي، أوثق منه كل تفسيري أو غير ذلك. تمام حبيبي؟ طيب. صفحة 62 شوف الصفحة كلها ماشية على سطر واحد، أرجو الاختصار، اختصار الهواشي. صفحة 79 يا شيخ إسماعيل، أوردت قول الله تعالى: ثم أوردنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وهنا يعني لمحة صفحة 75، عند صفحة 75. عقب هذه الآية يقول الله تعالى إيه؟ جنات عدن يدخلونها، يعني لما ذكرها علماؤنا رضي الله عنهم قالوا هذه أغلى وجماعة في القرآن الكريم يدخلونها، وقالوا إن حقها أن تكتب بماء العين لما فيها من الوعد الصادق لجميع الأقسام الثلاثة، حتى أن الظالم لنفسه يدخل في هذا الوعد من الله تعالى. طيب صفحة 79 في تكرار في الحواشي صفحة 80 شيخ إسماعيل، في أول كلمة لا يقرأه إلا إيه؟ صفحة 80 لا يقرأه إلا طاهر. أنت فسرت القراءة هنا بإيه؟ مس المصحف لمن كان. طيب لماذا؟ هو ده لا يقرأه إلا طاهر، ما قالش لا يمسه إلا طاهر، يعني لماذا فسرت القراءة هنا بالمس؟ ما المانع أن تكون القراءة على وجهها هي القراءة المعروفة، وأن يكون المراد بالطاهر يعني الطاهر من الحدث الأكبر بدليل بيان الذي بعده وهو قوله إيه؟ لا جنب ولا حائط. تمام؟ يعني لا نريد أن نحمل الألفاظ ما لا تحتمل. تمام حبيبي؟ طيب صفحة 83. طب أنا هنختصر بشيخ إسماعيل عشان وقت الأساتذة الكرام. طيب صفحة 140 يا شيخ إسماعيل، في الفقرة الأخيرة صفحة 140 اقرأ الفقرة الأخيرة. وهذه القراءة أرجح من قراءة التخفيف. أيوه، كان عليك هنا أن تقف موقفا من قضية الترجيح بالكتاب،
هناك فرق بين ترجيح القراءة وترجيح المعنى. ترجيح المعاني أو التوجيه لا إشكال فيه أبداً، ما في مشكلة، أرجح في التوجيه زي ما قلت، لكن أمم أن يقول وهذه القراءة أرجح من القراءة الأخرى، هذا يعد يعني في إيه؟ يعني الكثير من العلماء اعترضوا على هذا الكلام، يعني قال ثعلب إذا اختلف الإعرابان في القرآن لم أفضل الإعراب على الإعراب، فإذا خرجت إلى كلام الناس فضلت إيه؟ الأقوى. إذا كان عليك هنا أن تقول الترجيح بين القراءات غير جائز، كل من عند ربنا، طالما ان القراءه متواتره والاخرى متواتره يبقى طيب. هات 197. سوره ياسين. ايوه 197. قلت في الهامش الاول ايه؟ وكان الاكثر ان يذكر هذا الموضع ايه؟ في سوره. يعني الحقيقة أنت يعني جرت العادة أن من يحقق كتابا يعني ما نعرف أن ينتصر المؤلف، ولكن لا يفعل أبدا في المؤلف. يعني مثلا أنا من وجهة نظري أن ذلك لا يعد مؤخذا على المؤلف باختلاف اللفظين في الإفراد والتثنية. اللفظ سورة ياسين إيه؟ واللفظ في سورة الكهف إيه؟ هناك مفرد وهناك مثنى، ربما يكون هذا يعني من باب إيه؟ من باب الدفاع عن الماضي. ويعني اذا لو ان الامر كذلك اقول لك كان عليك ان تفرد مبحثا للاستدراكات على الماضي والاستدراكات على المؤلف اقصد، وهل هذه الاستدراكات يعني في محلها او لا؟ طيب هذه الخاتمه يا شيخ اسماعيل حتى لو طيب. الخاتمه صفحه صفحة 224. أنا هنعطيك الرسالة تصور منها بإذن الله، ويعني أنا لا أريد أن أطيل عشان وقت أستاذنا الدكتور. طيب الخاتمة شيخ إسماعيل قال من بعض المهمات مثل حصر عدد المواضع التي أورد المؤلف فيها أوجها لحفص من طريق الطيبة. كنت تعمل حصر بسيط كم موضع يعني ذكر فيه المؤلف هذه الأوجه من طريق الطيبة. كذلك خلق من إبراز قيمة الكتاب من خلال القضايا التي عرضها المؤلف في كتابه، كذلك المحتوى العلمي للكتاب كما ورد في المقدمات والمقالات والأبواب والفصول التي ذكرتها. صفحة 226 في الفهارس. فهارس الآيات القرآنية خدت عندك من صفحة 226 ل 246 20 صفحة لا داعي لعمل هذه الفهارس أبدا. عارف ليش إسماعيل؟ لأن الآيات أصلا مرقمة لترتيب الصور في القرآن الكريم، فأنت نقلت في الفهارس بدون داعي، يعني ما كان لها يعني أي داعي. وحتى لو نصف الخطوة دائما تكون قابلة للتعديل حسب ما يراه الأستاذ المشرف وحسب ما يقتضيه البحث. تمام شيخ إسماعيل؟ طيب هات 248. في ترتيب الأعلام في خطأ في ترتيب بعض الأعلام راجع شيخ إسماعيل في 248 و49 و50 و51 صفحة 252 يا شيخ إسماعيل. في فهارس أسماء الكتب يعني الحقيقة شيء غريب في إيه؟ لقيت الكامل لأبو القاسم الهدلي، وبعدين الكامل للهدلي، الكفاية الكبرى لأبي العز، وبعدين الكفاية الكبرى لأبي العز الواسطي. هل في فرق بين أبو العز وأبو العز الواسطي؟ ولا الهزري و طيب يعني في تكرار بس تشيله. الصفحة اللي بعدها مباشرة فهارس المصادر والمراجع. في فهارس المصادر والمراجع أول شيء بنكتبه القرآن الكريم، بس ما ترقمه، لا ترقمه، القرآن الكريم بدون رقم، برواية حفص عن عاصم مصحف مثلا المدينة، مصحف كذا، مصحف كذا. وأين المصادر المخطوطة يا شيخ إسماعيل؟ اعتمدت كثيرا على مخطوطات، أين هي في هذا الباب؟ كنت تذكر لي المخطوط كذا وكذا ويعني تقصها للدين. إضافة إلى أن بعض هذه المخطوطات كما نبهت تم تحقيقها، وكان عليك أن ترجع إلى
المحقق والمطلوب وليس إلى المطلوب. وبعد فهذا بحث جيد متميز كما قلت، بذل فيه الباحث جهدا عظيما يحمد له، وسعادة المشرف أيضا له وصماته الواضحة فيه. وما هذه الملاحظات إلا يعني وجهة نظر نريد أن نصل من خلالها إلى أن يخرج هذا الكتاب في أبهى وأحسن صورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم للباحث مسيرته العلمية على خير، وأن يرزقه التوفيق والسداد. وأكرر شكري وتقديري للأستاذ الدكتور الشيخ عبد الله الجهني وسعادة الأستاذ الدكتور هشام السريري، لكم مني التحية ومن الله السلام، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. جزاكم الله خيرا صاحب الفضيلة الدكتور الصافي على ما أفاد به من ملحوظات قيمة، والتي هي بلا شك محل عناية الباحث، وسوف نزود الباحث بجميع ما ذكره أصحاب الفضيلة في هذه اللجنة. سوف نزود الباحث بما ذكره صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله، وأيضا صاحب الفضيلة الدكتور الصافي، ليعدل الطالب كل ما ذكره أصحاب الفضيلة. ومن جميل هذا البحث أن هذا البحث حظي بتقويم على غير جلدين، والتي هي بلا شك سوف تفيد الباحث وتعدل الرسالة على أكبر وجه بحول الله تعالى. الآن تخلو اللجنة للمداولة وإعلان الدرجة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإنه في يوم الأحد 29 من شهر القعدة سنة 1444 للهجرة، اجتمعت اللجنة المكونة من هشام بن سليمان الزليلي مقربا، سعادة الدكتور عبد الله بن عواد الجهني مناقشا خارجيا، سعادة الدكتور الصافي صلاح الصافي مناقشا داخليا، وذلك لمناقشة رسالة الماجستير في القراءات، والتي تقدم بها الباحث إسماعيل بن محمد يحيى بن يار، وعنوانها شفاء الصدور بقراءة حسن المشهور الإمام محمد بن عمر الخضري دراسة وتحقيقا. وقد كانت المناقشة علنية من الساعة 10:30 صباحا إلى الساعة 11:30 صباحا. وبعد انتهاء المناقشة خلت اللجنة للمداولة وقررت بالإجماع قبول الرسالة والتوصية بمنح الباحث إسماعيل بن محمد يحيى بن مريم درجة الماجستير في القراءات من قسم القراءات بكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بجامعة جدة بتقديره ممتاز. أبارك للباحث وأشكر لجميع حضورهم، وأسأل الله تبارك وتعالى للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.